وفقا لطبيعة هذا وفقا لطبيعة هذه المرافق أو ذاك. وعلى ذلك يقول الدولة أن تتخذ من الأساليب الإدارية ما يناسب أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولبي احتياجاتها المحلية دون إفراط أو تفريط. ولهذا السبب نجد تبيانا ملحوظا بين النظم السياسية والإدارية في الدول المختلفة رغم ما يكون بينها ما تقارب في البيئة أو تشابه في الظروف. ومع ذلك فإن التباين في نظامها يظل قائما بحيث لا يمكن بأي حال أن تجد نظامين إداريين أو سياسيين في دولتين مختلفتين قد وصلتا إلى حد من التطابق فمثل هذا التصور يعد من ضروب المستحيل. المطلب الأول الإدارة في العصور القديمة. يمكن القول بصفة عامة بأن دراسة تطور النظم الإنسانية في أي مرحلة من مراحل التاريخ لا يمكن أن تتم في معزلة عن الإنسان مبدعها ووسيلتها وسبب وجودها ونظرا لكون الإدارة ضرورة اجتماعية واقتضاها الفطرة البشرية وحد أهميتها ضرورة الاجتماع الإنساني وميل الفرد للعيش في جماعة تشارك الهموم وتساعده في تذليل الصعوبات والعيش معا في سلام. ولذلك لم تكن الإدارة في هذه الحقبة تعرف شكلا معينا من أشكال النظم أو نمط من أنماط الممارسة المعروفة اليوم وإنما استخدم الإنسان عبر مراحل تطوره كوسيلة لتنظيم شؤونه الحياتية وتوفير حاجياته المادية والروحية والمتعددة ورغباته المتزايدة على الدوام والمتجددة في حدود الزمان والمكان والواقع الذي يعيشه الإنسان. ومن ثم كان الإنسان وما زال يستخدم الإدارة كوسيلة تحقيق أهداف التنظيم الاجتماعي وتوفير حاجيات التطورات الإنساني التي ما فرحها يظل في سبيل تحقق المزيد منها حتى استطاع بجهده وعمله الوصول الى ابتداع الالات بتقديم كل يوم جديد من الاكتشافات والمخترعات في مجال التقنيه التي حققت للانسانيه كل المظاهر المدنيه الحديثه ووسائل الحياه العصريه المتطوره التي تواكب عصره وتشبع رغباته وتلبي طموحاته في غده وفي مستقبله. وعلى ذلك لا يمكن تصور مجتمعا انسانيا عاش ويعيش بدون اداره أي شكل من أشكال الإدارة أو أسلوب من أساليبها مهما كان حجم هذا المجتمع أو طبيعته البيئية التي يعيش فيه سواء كانت بدائية أو مدنية أو حضرية أو ريفية. المهم أن يكون هناك جماعة من الناس تعيش على الأرض من بلدها أو مع غيرها وعندئذ لا بد أن يكون هذه الجماعة نوع من الإدارة يمارسها زعيم الجماعة المناطق به تنظيم شؤونها وحماية مصالحها الخاصة والعامة بغض النظر عن لقب هذا الزعيم وطبيعة سلطاته وحدود مسؤوليته. فيكفي أن يكون هذا هو الرجل الأول داخل الجماعة ويستوي في ذلك أن يكون رباً لأسرته وشيخاً لعشيرة وزعيم قبيلة. كل هؤلاء يمارسوا الإدارة بشكل أو بآخر اعتماداً على قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الشخصية بعيداً عن قواعد الإدارة العلمية الحديثة التي لم تعرف إلا في وقت متأخر بعد قيام الدولة كشكل من أشكال السلطة السياسية في العصر الحديث. وعليه يمكن القول إن الإنسان الأول عرف الإدارة منذ وجوده وخلال مراحل حله وترحاله. بالتأكيد بعد اكتشافه أساليب الزراعة واستقراره النسبي على الأرض الذي استتار بها مع بقية أفراد أسرته وعملوا على حمايتها والدفاع عنها من الأعداء فكانت مصدر عيشهم ومكان اجتماعهم. ومن ثم فقد وفر لهم هذا الاستقرار قدرا من الجهد كما أتاح لهم سبلا أفضل للعيش وفرصا أكثر من التزاور. ونتيجة لذلك تكاثر النوع الإنساني وتزايد عددهم وتطور عدتهم وتعددت تجمعاتهم السكانيه ونوعت كثافتهم المعيشيه وتبعا لذلك اتسعت مجالات نشاطاتهم وتضاربت مصالحهم. فكان الحال كذلك لا بد من وجود سلطه تتولى تنظيم هذا النشاط واداره تلك المجتمعات حتى تستقيم الحياه داخل الجماعه وينعم الجميع بالامن والاستقرار ويسير بينهم السلام ويتحقق الخير العام لكل الناس. ولذلك فان الاداره كانت ولا تزال قرين السلطه وسيلتها لتحقيق اهدافها وتنفيذ انشطتها في الداخل والخارج في وقت السلم والحرب. وهي ان الإدارة وإن لم تكن من الماضي تعرف الفصل بينها وبين السلطة ولا التمييز بين أقسامها المتعددة وصورها المختلفة إلا أن الإدارة العامة كانت أبرز صور الإدارة في الوقت سواء في العصور القديمة على مستوى العشائر والقبائل أو في العصور الوسطى الحديثة أو على مستوى الدولة بعد ذلك وفي مختلف مستوياتها المركزية والمحلية والتي كان من خلالها تمارس تلك الكيانات السلطوية تنظيم شؤون المجتمعات السكانية ودائرة الوحدات المحلية. وعلى ذلك فإن مفهوم الإدارة المحلية
لهذه المرحلة أو في غيرها لا يختلف من حيث مدلوله وأهدافه والمعنى المقصود به، فهي ببساطة شديدة لا تعني لا تعنى سواء إدارة المجتمعات السكانية. وهذه ربما كانت في الماضي تستغرق أهم أوجه النشاط الإداري العام وتحظي باهتمام القيادات السياسية والإدارية والتي تتولى إدارة تلك المجتمعات السكانية وتمارس السلطة في إطارها، وذلك على خلاف ما هي عليه الإدارة المحلية اليوم حيث حصرت مجالاتها وتحدثت وظائفها في إطار قواعد التشريع والمعادلة السياسية في العمل الذي تمارسه الحكومة المركزية. ولذلك فإن الإدارة السكانية بالمفهوم المتقدم يكون قد مارسها رب الأسرة أولا ثم كبير العشيرة أو زعيم القبيلة، وبعد ذلك حيث كان للزعيم سلطات واسعة تشمل كافة شؤون القبيلة التشريعية والقضائية والدينية والتنفيذية، بصفة هذا الزعيم هو المسؤول في تنظيم شؤون الجماعة وحماية أمنها الداخلي وصد العدوان الخارجي. وبهذه المكانة التي يتمتع بها زعيم القبيلة قد كان له من القوة المادية والأدبية يمكن في مصر مبوبيه إمضاء إرادته داخل الجماعة باعتباره يجسد الرمز لوحدتها والضامن لسلامتها والتحدث باسمها، وعلى عاتقه تقع مسؤولية تنفيذها والتزاماتها المواثيق والحقوق تجاه الجماعات الأخرى. ذلك أن المقومات التي يمتلكها زعيم القبيلة والصفات الشخصية التي يستمد شرعيته في ممارسة السلطة عن طريق الرضا والقبول العام للجماعة أحيانا عن طريق القصر والإجبار وتطبيق قانون الغلبة في كثير من الأحيان. ومرور الزمن تطور الإنسانية زادت حالة الإنسان في التعاون والتضامن مع غيره، فنشأت التحالفات والاتحادات بين القبائل، أما اختيار الدفاع عن النفس من الخطأ التي تواجهها أو القصر نتيجة الغزو لبعضها وتطبيق قانون الحرب على المغلوب منها حق الاسترخاء أو الضامن. وهكذا استمر التطور حديثا وزادت التجمعات السكانية كاثرا بفعل هذا الاسلوب الاتحادات التي كانت تقيمها فيما بينها، كما اتسعت مساحتها الجغرافية تعبئة المصالح الاقتصادية وإزاء هذا الأوضاع المتغيرة والتطورات المستمرة. كان لابد من كل أسرة أو عشرية قبيلة من زعيم يتولى تنظيم شؤونها في الداخل وحماية مصالحها مع غيرها الخارج. المحلي وركنا من أركانه إلى جانب ركن الاختصاص والرقابة، إلى أن الاستقلال مستقر عن تلك الأركان على الإطلاق، ومن ثم يتجسد الاستقلال عمليا من خلال العناصر التي يحتوي عليها والضمانات اللازمة لتحقيقه مضمونه ومشاركه في عمله التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطوير الديمقراطية السياسية هما هو المقصود بالاستقلال وعناصره ونتائج تحقيقه، هذا ما نعالجه اتباعا لكل بنك مستقل. المقصود بالاستقلال يقصد بالاستقلال الهيئات المحليه بوجه عامه قدرات هذه الهيئات على اتخاذ القرارات المتعلقه بالشؤون المحليه المنطقه بها قبل رجوعها الى الحكومه المركزيه. ومن ثم فان مفهوم الاستقلال يقترب من مفهوم الشخصيه الاعتباريه، وربما يختلف مهما ويكون أشمل منها باعتبار أصل وهي فرع ضمانات الاستقلال. إن الاستقلال النظري للهيئات المركزية المحلية إذا لم يدعم بضمانات حقيقية قانونية أولا ثم اجتماعية بعد ذلك، فإنه يظل استقلالا نظريا خالي المحتوى، وعندها يفقد النظام اللامركزي مضمونه ويعجز عن القيام بوظائفه وتحقيق النتائج المرجوة منه. فما هي هذه الضمانات؟ هذا ما نشير إليه هنا على وجه الإجمال، ثم نناقشه على القليل تفصيلا. وأول وأهم هذه الضمانات هي: واحد، التشخيص القانوني لوحدات الإدارة المحلية والذي من شأنه خلق أشخاص اعتبارية إقليمية تقوم إلى جانب شخص الدولة التي تضل أهم تلك الأشخاص على الإطلاق. اثنين، انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ للمجالس المحلية التي تتولى إدارة الأشخاص الاعتبارية وتعبر عن إرادتها وتنفيذها أمام والقضاء وغيره.
ثالثا توفير الموارد المالية اللازمة لإشباع الحاجات العامة للمجتمعات المحلية. ثلاثا طبيعة الاستقلال. يلاحظ في هذا المقال إن استقلال الهيئات المحلية استقلال أصيل مصدره مشرع، فهو ليس منحة من السلطة التنفيذية، ولكنه مع ذلك مهما بلغ مداه إلا إنه يظل استقلالا نسبيا يؤدي وظائفه في الحدود المرسومة له، ويخضع لإشراف ورقابة الحكومة المركزية. ولذلك فإن الرقابة المركزية على الهيئات المحلية مسألة ضرورية تقتضيها طبيعة النظام الإداري، وبدونها لأصبحت تلك الهيئات ديولا داخل الدولة. وهذا ما لم يقل به أحد، إذ إن تلك الهيئات لا تعد أن تكون مجرد من كيانات إدارية تمتلك ضمن كيان دولي واحد، وهو الدولة البسيطة أو كيان محلي هو حكومة الولايات في الدولة المركبة. وإن كان الأمر في هذا الصدد، فإن الهيئات المحلية تظل خاضعة لإشراف ورقابة الحكومة المركزية باعتبارها جزء من الجهاز الإداري العام للدولة وليست مستقلة عنه، وهي وإن لم تكن تابعة لهذا الجهاز إلا إنها تعد امتدادا له ومحكومة بفلسفة. وفيما يلي سندرس تلك الضمانات كل فرع مستقل. المحاضرة الأولى مفهوم الاستقلالية وضمانات الاستقلال وطبيعة الاستقلال. مفهوم الشخصية الاعتبارية. يمكن تعريف الشخصية الاعتبارية بأنها مكنة قدرة قانونية يضيفها المشرع على جزء من إقليم الدولة. ما هي الشخصية الاعتبارية؟ بعيدة عن الخوض في حقيقة الشخصية الاعتبارية، وهل هي حقيقة أو مجاز؟ في الحقائق القانونية والوقائع المادية تؤكد لنا أن تلك الأشخاص ما هي إلا خلق القانوني يتدعوه المشرع ويحقق حقوقه والتزاماته وطبيعة نشاطه وتكوين هيئة إدارته وتحديد بها وسائل الرقابة عليه. وهذا لا يجوز افتراض الشخصية الاعتبارية، وإنما يجب إقرارها المشرع بنصوص صريح في القانون. لذلك فإن التشخيص القانوني للوحدات الإدارية المحلية ينبع عن إعلان ميلاد تلك الأشخاص. مقومات الشخصية الاعتبارية يشترط لكي يوجد الشخص الاعتباري أن تتوفر فيه مقومات وجودها، وهي أولا وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال، ثانيا أن يكون لهذه المجموعة غرض معين تسعى إلى تحقيقه ويشترط أن يكون غرضا مشروعا، ثالثا وجود نظام أساسي خاص بالشخص الاعتباري يحدد فيه أبى غرضه وإمكانياته والهيئة التي تتولى إدارته إلى آخره. رابعا اعتراف الدولة بالشخص الاعتباري، وبدون هذا الاعتراف يصبح الشخص الاعتباري لا وجود له، وقد يكون الاعتراف عاما أو خاصا. انقضاء الشخصية الاعتبارية. تنقضي الشخصية الاعتبارية في حالات الآتية. أولا ينقضي الشخص الاعتباري إذا تحقق الغرض الذي أنشئ من أجله. ثانيا حلول الأجل المحدد في سنة إنشائه. ثالثا حل الشخص الاعتباري، وهذا الحل أما أن يكون اختياريا وذلك بقرار يصدر باتفاق الأعضاء المكونين له، وأما أن يكون إجباريا كأن يصدر قرار من السلطة المختصة بحل الشخص الاعتباري أو حكم قضائي. وميزات الشخص الاعتباري. ومن مميزات الشخص الاعتباري اسم الشخص الاعتباري. لكل شخص اعتباري اسم يتميز به عن غيره من الخصائص الاعتبارية الأخرى. فالدولة لها اسم، والمحافظة يكون لها اسم، وكذلك الهيئات والمؤسسات والجمعيات يكون لها اسما معينا، ويجب القانون أن يذكر اسم الشخص الاعتباري في سنة إنشائه، ويتمتع الحق في الاسم بحماية الحقوق، بحماية القانون، كما يحمي اسم الإنسان فلا يجوز للغير الاعتداء عليه أو انتحاره وهو يختلف عن اسم الشخصية الطبيعية. موطن الشخص الاعتباري. للشخص الاعتباري موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له. وفي هذا المعنى نصت المادة 88 من الفقرة الرابعة من القانون الدولي على أن الشخص الاعتباري
يتمتع بمنطق مستقر طبقا لما هو مبين بقانون الرفعات. حاله الشخصيه الاعتباريه، من البديهي ان الشخص الاعتباري ليست له حاله عائليه، فالحاله العائليه لا تكون الا للشخص الطبيعي التي تعبر عن انتمائه الى اسره معينه. اما الشخص المعنوي فلا ينتمي الى اسره وانما له جنسيه، ويقصد بهذه فيها الصلات التي ترتبط الشخص الاعتباري بدوله معينه. وقد نصت المادة 24 من القانون المدني على أنه يرجع نظام الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات وغيرها إلى قانون الدولة التي اتخذت فيها مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت تشاركها الرئيسي في الجمهورية فإن القانون اليمني هو الذي يسري بتحديده جنسية الشخص الاعتباري غالبا بجنسية الدولة التي تجعل مقرها الرئيسي الفعلي في اليمن تكون متمتعه بجنسيه الجمهوريه اليمنيه، وبالتالي تخضع نظامها لقانونها. اما الشركه او الجمعيه التي تجعل مركز ادارتها الرئيسي في دوله اجنبيه وباشرت نشاطها الرئيسي في اليمن فان القانون اليمني هو الذي يسري عليها ذمه الشخص الاعتباري. يقصد ذمه مجموع من الشخص ما عليه، مجموع مال الشخص ما وما عليه من حقوق وواجبات ماليه حاضرة ومستمرة. والشخص الاعتباري له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له. فقد نصت المادة 88 الفقرة الأولى مدني على أنه لا ذمة مالية مستقلة. ويترتب على ذلك إذا دائما الشخص الاعتباري لا يستطيع مطالبة الأشخاص المكونين له بالوفاء بدون الشخص الاعتباري من أموالهم الخاصة، كذلك العكس لا يستطيع دائما الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري أن يطالبوا الشخص الاعتباري بالوفاء بديونهم الخاصة. خامسا حق التقاضي. ذكرت المادة 88 الفقرة الثالثة مدني فقالت إن للشخص الاعتباري حق التقاضي، وبمقتضى هذا الحق يكون الشخص الاعتباري مدعيا أو مدعى عليه، ويتولى مباشرة هذا الحق ممثل عنه كونه من الناحية العملية لا يستطيع القيام بذلك. وهذا ما قرت به المادة 88 الفقرة الخامسة بقولها ألف يكون للشخص الاعتباري حق التقاضي. وثالثا أهلية الشخص الاعتباري. تنص الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون المدني فإن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، فيكون له أهلية الحدود التي يعينها سند إنشائه والتي يقتضيها القانون. النقطة الثانية أنواع الشخصية الاعتبارية ومعايير التمييز بينها وما أخذ منه القانون اليمني. أنواع الشخصية الاعتبارية، ذكر القانون المدني اليمني في المادة 87 تعدد الأشخاص الاعتبارية بقوله الأشخاص الاعتبارية هم أولا الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط والتي يحددها القانون والوزارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. ثانيا الهيئات التي تعترف بها لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. ثالثا الأوقاف. رابعا الشركات التجارية والمدنية. خامسا الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة من هذا القانون. وعموما فإن الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى نوعين، أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة. الأشخاص الاعتبارية العامة هي التي تسمى بأشخاص القانون العام ومجال تنظيمها قواعد القانون العام كالدولة والمحافظات والمدن والإدارات إلى آخره. الأشخاص الاعتبارية الخاصة تنقسم إلى مجموعات الأشخاص كالشركات والجمعيات العمومية أو الجمعيات ومجموعات الأموال والمؤسسات والأوقاف، وسنقتصر على دراسة الأشخاص الاعتبارية الخاصة. معايير تمييز الأشخاص الاعتبارية العامة. فيما يتصل بمعايير التمييز ينبغي البحث أولاً فيما يميز الوحدات الإدارية التي تمتع بالشخصية الاعتبارية من غيرها من الوحدات الإدارية، ثم لابد من البحث في معايير تمييز الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. فبالنسبة للأجانب الأول فإنه يوجد أو توجد وحدات إدارية عديدة يدور تساؤل
أما إذا كانت أشخاصا اعتبارية عامة أو لا، خصوصا وإن هذه الوحدات الإدارية تمتلك بعض الحقوق